يقول السائل: كيف تكون زكاة السيارة التي يستعملها صاحبها في الشغل وعندما يجد الفائدة في بيعها يبيعها؟ إذا كان ناويها للشغل، إذا كان ناويها للتأجير فليس فيها زكاة. الزكاة في أجرتها، إذا توفر عنده أجرة وحال عليها الحول يزكيها. أما إن كان يصرف الأجرة كل ما حصل له شيء أنفقه فلا شيء عليه، إلا لو اجتمع عنده محصول من الأجرة يبلغ النصاب وحال عليه الحول إنه يزكيه. نعم.